بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن أسرار الاستغفار. لقد كان نوح عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالاستغفار، فكان يقول لهم ويكرر. راح نقول آية على يقول تبارك وتعالى على لسان النبي نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سورة نوح من آية 10 إلى آية 12، وهذا يدل على أنه من يستغفر الله فإن الله سيعطيه أشياء كثيرة، منها أن الله تعالى سيغفر له ذنوبه، سوف يرزقه الله تعالى المطر لكي ينبت الزرع والثمار والنبات، ويرزقه الله سبحانه وتعالى الأموال والبنين والأولاد. هذه هي نتيجة الاستغفار. فهل نستغفر الله تعالى ونقول كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفر الله العظيم، والله أعلم.